باندر لانتيري خلى اللاعب الايراني يلمس هذه الكره لنواف التمياط. التمياط وتعود للتمياط وتعود والتمياط وصفوا هدف التعادل، وهدف التعادل لفائده الهلال. عمليه ممتازه من التمياط، ممكن للهلال وكان ممكن واصبح ممكن الان التسجيل. التمياط في عمليه كانت جميله جدا، وباتريك سوفو يتمكن من تعديل النتيجة. الدقيقة 34 تعلن عن هدف التعادل لفائدة الهلال. سوفو يتمكن من التسديد، عاد لهذه الكرة الممتازة جدا من نواف التمياط، فنية رائعة حتى في زاوية ممتازة، تصدي من سعيد تباي، متابعة كانت موجودة من باتريك سوفو، وعمل كبير من نواف التمياط، فنيات كبيرة جدا من نواف التمياط، التوغل في منطقة الجزاء، برود الدم كبيرة ورؤية ممتازة على الزاوية على يسار الحارس، أرادوا أن يحط الكرة، طبعا حارس طويل القامة، الحارس يتمتع برشاقة كبيرة، تمكن من التصدي، لكن المتابعة كانت موجودة.